السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم بطاطا في الكوشه بالدجاج والطماطم. هذا الطبق يعني بزاف شباب ان غراتان. واش راح نحتاجو؟ انا هنايا حكمت نص صدر تاع الدجاج طيبته، مرقه بيضاء عادي، بصل، ملح وفلفل اسود، الدجاج في التتو، وهي المرقه خليتها بجه. حكمت حبيبات تاع البطاطا اللي قطعتهم دوائر وقليتهم. نحتاجو زوج حبيبات تاع البيض، جبن مبشور، طماطم مقطعة على هذا الشكل يعني دي رونديل، ولا كانت يعني الدوائر كبيرة بزاف نقسمو الدائرة على اثنين، وفص الثوم. الآن ندوزو مباشرة باش نطيبو الطماطم. هنا مقلاة حطيت فيها شوية زيت عند النار. واش ندير؟ نحط هذوك الطماطيش تاعنا باش نعطوها بنة هالطماطم هذه. نبدا نستفها مليح في المقلاة، نحكم القص تاع الثوم، نسكرفجو فوق الثوم الطيش باش يعطيهم بنة. ايضا ندلهم شوية تاع الفلفل الأسود، كمية قليلة، وشوية تاع الكمون. كمية قليلة فقط تاع الملح. ونقلي هاد الطماطيش تاعي مليح، نقلبها الجهة الأخرى، نخلوها تدي البنة تاع الثوم هذاك اللي درناه، نحمروها شوية. إذا أنا حنقليها مليح، يعني ما نخلوش تطيح، النار تكون قوية بطبيعة الحال باش تمتم يعني استقلالنا، ونحيها. نعاود نرجع لكم باش نكملو الكغاتان تاعنا. اذا هنا ها هي الطماطيش تاعي بعد ما قليتها، كما رانا نشوفو تبدا يعني القشره تتنحى وحدها بكل سهوله. ها هي نحطها بجهه، نحكم ان فوغ اللي يدخل، عفوا نحكم ان مول يدخل للفوغ مولا غراتان. واش ندير؟ نستف فيه البطاطا من تحت كطبقه. كما قلت لكم ساهل هذا الغراتان لكن يجي بزاف بنين. هكذا باش نوعو شويه في اكلتنا اليوميه، يعني ماشي نفس الوصفات اللي دائما نعاودوها. عندنا نستف، نعمل الطبقه الاولى بالبطاطا مقليه. هنا الاخوات اللي ما يحبوش البطاطا مقليه تقدري تغليها ولا تفوريها، يعني كل واحده على حسب الاختيار تاعها واش تحب تاكل. اذا ندير طبقه مليحه من تحت تاع البطاطا. من بعد واش ندير؟ نستف هذاك الدجاج تاعي كنت فتتو، انا نشوفو. من بعد نحط هذيك الطوماطيش اللي طيبتها، قليناها، الفلفل الاسود والكمون، ونحولها القشره تاعها حتى تنحى يعني بكل سهوله القشره، لان القشره شويه يعني تقلقنا شويه في الماكله. نستفو الطوماطيش تاعنا عشوائيا، نسيو كيفاش نحولها القشره ما نخلوهاش. هي طيبه ماذا بينا يعني نخيرو طوماطيش كي تكون حمراء تكون شابه حبيبه راح تكفينا. اذا نحطو نستفو الطوماطيش تاعنا، كيما انا المول تاعي صغير دالي حبيبه تاع الطوماطيش فقط. ندير هذيك لاصوص تاع الطوماطيش لانها فيها البنه. من بعد واش ندير؟ ندير شويه تاع الفرماج غابي اختيار، يعني تقدري ديري فرماج طري، تقدري ديري واش حبيتي. دائما في القضيه تاع الفرماج تبقى اختياريه. نعاود نغلف المول تاعي بالبطاطا، طبقه يعني علويه نغطي كامل هذاك الدجاج بالبطاطا. بعد ما ستفت الطبقه العلويه تاع البطاطا نحطها على جهه، نحكم تبسيط، نفقص فيه زوج حبيبات تاع البيض، ندير هذاك المرق اللي طاب فيه الدجاج. انا ماشي راح نديرو كامل لان المول تاعي ماهوش كبير، نخلطهم مليح. انا دائما لي غراتان تاعي دائما نحب نزيد لهم شويه تاع الحليب ولا لا كريم فريش، هنا حسب الموجود عندك ديريه.
ولا ياغورت ناتشور، يعني حيعطينا بنينه الكغاتان تاعنا. اذا نخلط مليح، وراح نزيد له لا ملح ولا حتى شيء لانه فيه الملح، بطه مقليه بالملح باش ما يجيناش مالح، ونفرغوا للكغاتان تاعنا بهذه الطريقه حتى يشرب لنا مليح، نعمروه، نحكملو بفرماج غابي، نديرو على الوجه، الفوق تاعي راهو يسخن، ندخلو حتى يطيب لنا هذاك البيض ويحمر لنا من الفوق، ونلتقي فيما بعد في طبق التقديم ان شاء الله. اول غراتان تاعي بعد ما دخلتو الكوشه طاب، المر راه سخون، دائما لي غراتان ما نخلوهمش حتى يحمروا بزاف، هادو اللي فيهم لاصوص والبيض، باش ما يجيناش ناشف بزاف لي غراتان تاعنا، يعني يجي ما يجيش ناشف. المهم ها هو امامكم، شوفوا هذاك البطاطا، الطوماطيش، هذاك البيض اللي درناه، يجي روعه. هاد البطاطا هذه كوشه تجي بزاف بنينه، نتمنى انها نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا شير لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.